عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو من فيديوهات تجهيزات العيد مرة تانية. المرة دي هيكون عن الشعر. انا سبق وقلت لكم قبل كده عن روتين العناية بالشعر، ولو انتم ما شفتوهوش هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. هو كان عن طريق عن جزئين اتنين، فتقدروا تروحوا تشوفوهم. الجزء الاولاني كان مجموعة زيوت، والجزء الثاني كان ازاي نقدر نعتني بشعرنا. بس كان في حاجة كنت حابة اعمل لها فيديو خاص، ومتهيألي ان العيد هو احسن فرصة ان احنا نعملها. الحنة، في بنات كتير جدا بتشوف ان الحنة دي بتاعت الناس الكبار بس لا، الحنة حاجة مهمة جدا، مغذية جدا للشعر، حلوة جدا للشعر. ابعدوا عن الحنة المخلطة دي، اسمها حنة بلدي. بنجيبها من عند العطار، معرفش ممكن تلاقوها اسمها ايه في البلاد العربية، بس هي حنة بلدي. بيبقى لونها كده او لونها مخضر شوية، يعني هو مش عارفة باين الكاميرا ظلماها جدا، مش عارفة ليه. هقول لكم ايه جديد. العادي في الحنة لما تيجي تتخلط ان هما بيحطوا عليها مية، زبادي، يحطوا عليها زيوت. وانا شايفه ان موضوع الزيوت ده حاجه كويسه قوي. ولو عايزين تعرفوا ايه الزيوت اللي بتتحط على الحنه واحسنها وايه يعني فايده كل زيت، انا كنت عامله في روتين العنايه بالشعر فيديو كامل عن الزيوت فقط، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، ما تنسوش تروحوا تشوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو ده. طيب ايه اللي هنحطه جديد على الحنه؟ عندك حاجتين حلوين قوي. اول حاجة اسمها المشاط، ودي حاجة غالية شوية كتير بصراحة، بس المشاط ده مهمته ان هو ينعم الشعر، يرجع له نضارته وحيويته. بيبقى طبعا مع الاستخدام، يعني بعد كورس شامل 10 مرات استخدامك ليه هتبدأي تاخدي بالك من النتيجة دي. انما غير كده اول استخدام شوية تحسي انه شعرك رجع لحيويته، شوية شعرك لمع، ودي حاجة هايلة جدا. شعرك هيرجع يلمع، هيرجع طبيعي، تقريبا كرياتين من غير كرياتين، ودي حاجة بالنسبة لي كانت اختراع. بس هو شوية غالي، بس يعني حبيته. الكمية دي على بعضها تعمل شعر لحد الكتف. الكمية دي من الحنة على الكمية دي من المشاط. انصحكم جدا ان انتوا تجربوه ولو مرة، هتاخدوا بالكم انه شعركم رجع لحيويته، وخصوصا ان انتوا هتسيبوا الحنة دي على شعركم لمدة 3 ساعات، من 3 لـ4 ساعات. انا نفسي بحط شوية زبادي وشوية زيوت او مجموعة زيوت، و بحط شوية مية علشان تبقى طرية معايا وما تمسكش تلبد زي زمان، تمسك تعمل زي خشب كده، تبقى قوية كده زي ده على الشعر. فنضطر ان احنا نحط شعرنا كتير تحت المية علشان نقدر نفكها. تاني حاجة وبسرعة اكلمكم عنها هي القرد. هي حاجة كده هحاول اوريها لكم من جوه. هي حاجة كده شكلها زي الخرز، بيتطحن وبيتحط على الحنة. اهو ده شكله، بيتطحن وبيتحط على الحنة. بيبقى مهمته ان هو يغذي الشعر وينعمه ويديله حيوية تاني ويخلي الشعر يرجع تاني قوي. نصيحة، لو انتوا هتجيبوا القرد طبعا ارخص بكتير من المشاط. لو انتوا عايزين تجربوا بلاش تخلطوا المشاط والقرد مع بعض، لان المشاط زي ما قلت لكم ان هو زي الكرياتين، فلو اتحط معاه اي حاجة تانية مهمتها انها تعالج الشعر هيأذيه مش هيساعده. فاستخدموا القرد لوحده في كورس، يعني اعملوا مثلا النهاردة القرد، وبعدين بعد اسبوع اعملوا المشاط، وبعدين بعد اسبوع تاني اعملوا القرد، وهكذا. الكورس لمدة 10 مرات استخدام، يعني خلينا نقول كل اسبوعين مرة حاجة من دول.
يبقى هتيجي على بعد شهرين او يمكن اكتر شوية من شهرين هتلاقي شعرك بدأ يستعيد حيويته. تغسلي شعرك كويس جدا، استخدمي كمية شامبو صغيرة جدا وانتي بتغسليه، اغسليه ببلسم احسن من انك تستخدميه بشامبو. بعدين استخدمي فرشة في تنظيفه، وانا قبل كده برضو في فيديو روتين بالعناية بالشعر قلتلكوا على نوع الفرشة اللي ما فيهاش من ورا قماش، تقدري تستخدميها وانتي في الشاور تنضفي بيها شعرك كويس. وانتي بتنضفي شعرك دايما اعملي مساج لشعرك ونضفيه كويس جدا من كل الحاجات اللي فيه، وبعدين اما تطلعي نشفي شعرك كويس جدا، وبعدين حطي عليه طبقه زيت من اي نوع انت حباه. انا عن نفسي بحب احط زيت جوز الهند لان هو بيساعد على نضاره ولمعان الشعر في لحظتها. وبعدين سيبي شعرك حر جدا جدا جدا، تاني يوم هتاخدي بالك ان شعرك بقى احسن وبقى شكله احلى بكتير. وكده اكون قلتلكوا على سر من اسرار العناية بالشعر ما قلتها لكوش قبل كده، ويارب تكون فاتكوا الفيديو. عموما الحاجات دي تقدروا تجيبوها من اي عطار في مصر، برا مصر المشاط موجود في السعودية ومشهور جدا في السعودية، معرفش في بقية الدول العربية موجود ولا لأ. وبكده يكون الفيديو خلص، واشوفكوا فيديو تاني ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان تتابعوني على جميع انواع السوشيال ميديا سناب شات انستجرام فيسبوك وجروب الفيسبوك اللي بندردش فيه مع بعضينا. وبحبكم جدا 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 جدا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.